قرارات الأستاذ غسان هيتو بتشكيل حكومته، والتي سيقر عليها أو سيمنحها ستمنحها الثقة قوى الائتلاف. ولكن هناك يعني نحن الآن في صدد، أو الأستاذ غسان هيتو في صدد تشكيل حكومته، ويعني كان يعني يطالب بالدعم العسكري بشكل رئيسي. طلبنا بالحظر الجوي لمنع القوات الأسدية من إطلاق أصرخة صواريخ الإسكود والطيران الحربي فوق المدن. هل حصلتم على أي وعود فيما يتعلق بالشأن السكان. الإنساني أو الشأن العسكري الذي تتحدث عنه سيد تبارة؟ نحن جئنا هنا كخطوة أساسية لتأكيد دعم العالم والمجتمع الدولي بشكل عام للحكومة المؤقتة. الحكومة المؤقتة لم تنتهي تشكيلها بعد، وعندما سينتهي تشكيل الحكومة المؤقتة وتعلن ويعلن وزراؤها ويقر عليها الائتلاف يمنحها الثقة، سيكون هناك خطوات عملية جديدة يعني تتبع هذا الموضوع. وهذا الموضوع سيأخذ تقريبا من الأسابيع القليلة، ستسمعون أخبار جيدة عن تشكيل الحكومة إن شاء الله. ولكن يعني وضعنا أمام المجتمع الدولي عدة قضايا هامة ورئيسية جدا، منها الإغاثة الإنسانية، منها الدعم وتسليح النوعي للجيش الحر، منها الطلب الصريح بحظر جوي على أماكن معينة لتعمل منها الحكومة المؤقتة، لأن كما تعلمين سيدتي الحكومة المؤقتة ستعمل من داخل الأراضي السورية. والأستاذ غسان هيتو مصر على يعني من أحد المعايير الرئيسية للوزراء والعاملين في الحكومة المؤقتة هو العمل من الداخل السوري وعلى الأراضي السورية، وهذا يحتاج غطاء جوي، هذا يحتاج دعم على كل المستويات. والآن نحن في المرحلة التحضيرية لهذا الدعم، ونطالب المجتمع الدولي ليدعم بهذا الشكل. يعني ودعيني أؤكد موضوع يعني استقلالية وسيادة القرار السوري في هذا الموضوع. أشكرك جزيلا ياسر تبارة، المتحدثة باسم وفد المعارضة السورية في لندن.